السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبروك. اليوم كنصبح لكم بهاد الجنينات وهاد الوريدات، وعندي واحد الضيفة ديال واحد عظم ديال لافوكا. ها هي هادي، شو تبارك الله، راني صورتها باش نوريها لكم. ها هو العظيم، شتو؟ شوف كيفاش طلعت، ما شاء الله. هي هادي وجات حداها هاد القريعه، هادي لافوكا. دابا غادي ان شاء الله ننقلها، وريتها معكم في هاد البو. وهادي راها الزرعه ديال القرعه، هيا نبتات لي وحده. انا درت ليها الخويط، شتي الشجيره هي طوالت تبارك الله. شوف كيفاش ولات. دابا غادي ندير في هاد الرقم ديال الزيوت باش نخليها مقيده هنا هاد الكوار. هي هادي، وغادي ندير حداها هاد الطبيله اللي كنخدمو عليها الكيك والكاطو، ولا قطعو ولا بحال قطعها. هي تدور، وندير فوق منها قريعه ديال الزيوت باش تبقى ليا مقيده. وهادشي كله على هاد العظم ديال لافوكا، هاد الشجيره اللي هي لافوكا. ملي تولد لينا لافوكا غنعطيكم حبه حبه لواحد، وندعو على بركة الله. دابا عندي هاد الطبيلة هادي، بغيت نعمرها غير بقراعي ديال الزيت ونخليها غير في هاد الكوان باش تبقى مقيدة. هنا حدا هاد الغريسات هادو، أنا معمر القراعي وجداهم. هادي قرعة ديال زيت العود، وهادي قرعة ديال زيت الرومية، هادي قرعة ديال العسل اللي تنخدم بيه. وهادي قرعة ديال الزيت السوداني اللي دايره فيها المزيودات، هي هادي. حتى هي غادي نحطها في الجنب ديالها. وعندي واحد القرعة كبيرة دايره فيها التحامض، راني غادي نلحم اليوم ان شاء الله في القناة. وانا خبرت عليكم هاد 4 ايام وكان عندي ظروف شوية قاصحة في هاد رمضان. هادي هاهي مجدها، الشيفلون مرقد راه كاين في القناة. وعندي واحد القرعة اخرى ديال الزيت ديال الخل، وهاد الاركيين خليتو خاص بالزيوت بلا ما نديرهم في البلاكار، وحطيت حداهم واحد هادي ديال الثوم. تيبقى هاد القنيات مقيد وخاوي كي تنعمرو هكذا، ونخليه حدا هاد لي بلونت وحدا هاد لافوكا اللي انا فرحانه بها. هي هادي ان شاء الله غادي نحولها، وتبارك الله عليكم وصباحكم مبروك. ما تنساوناش البنات في لايك، رواشكم مباركه. وهاد القنيات انا خصصته بالزيوت، تيبقى مقيد ونقيقي وباين. وما هادو كاع اللي غتخدم به موجود هنا. باي باي، خليت لكم الراحه، وعشركم مباركه باش كتمناو.